لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوه هي خبره ورفاق صارت تطوى وايه ووسيله ولأجله عزم لنا دفاق. حول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا سيدنا والصلاة والسلام على سيدنا. أهلا وسهلا بكم في درس سيدة أرض الحياة في الأرض. هنقول له أن النبات تستخدمه في عملية بناء السماء وتكوين الغذاء لكافة الكائنات الحية الأخرى زائد إنتاج. قال لك ثاني اكسيد الكربون سلاح ذو حدين او علل ثاني اكسيد الكربون له منافع او اضرار. لو قال لك سلاح ذو حدين يعني له منافع وله اضرار. ايه منافع ثاني اكسيد الكربون؟ منافع طبعا تستخدم استخدامات دلوقتي اهمهم ايه عمليه البناء الضوئي التي يقوم بها النبات لانتاج الاكسجين كاوزه نبات. طب ايه اضراره؟ اضراره زياده نسبته ينشا عنه اختناق الكائنات الحيه وظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض. الاختراق الكائنات الحية وفهمنا الاحتباس الحراري يعني ايه؟ الاحتباس الحراري ظاهرة عن موضوع ان شاء الله في تانية اعدادي تتكلم عن ان الأشعة بتطلق الغلاف الجوي ما بتخرجش منه بسبب وجود ثاني اكسيد الكربون. طب ترفع درجة حرارة الأرض. دي الحاجة الأخيرة وارتفاع درجة حرارة الأرض اللي هي بيسموها الاحترار العالمي هتاخدوها ان شاء الله في تاني عدد. طيب بس ثاني اكسيد الكربون يوجد في الغلاف الجوي بنسبه 3% في الحاله الغازيه. ثاني اكسيد الكربون يوجد في الحاله الغازيه بنسبه 3%. احنا هناخد دلوقتي يا نوران هناخد كل ده يتكون من ذره كربون مرتبطه بذرتين اكسجين. وانت طبعا لازم تحفظ الرمز يبقى سهل عليك انك تعرف كم ذره اكسجين وكم ذره كربون. اسم سي او 2 يبقى انا عندي الاكسجين او 2 والميه اتش 2 او والاوزون او 3 ثاني اكسيد الكربون سي او 2. خلاص يا شباب. طيب نيجي نشوف مصادر ثاني اكسيد الكربون ينتج من اي احتراق. راشق في اي احتراق، احتراق خشب تلاقيه، احتراق فحم تلاقيه، احتراق زيت تلاقيه، احتراق بنزين تلاقيه، احتراق سجائر او تب او معسل او شيشه او اي حاجه من الحاجات دي تلاقيه. يبقى بيطلع ثاني اكسيد الكربون كل الكلام. قال لك علل تعلل البيئة من ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون. تعلل لوحظ في السنوات الأخيرة زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. هنقول قلنا مصادر ثاني أكسيد الكربون ينتج من احتراق المواد العضوية زي الخشب والفحم والزيت والبنزين والتبغ اللي هي السكر. علل لوحظ في السنوات الأخيرة زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أو علل تعاني البيئة من ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون. هنقول له تناقص المساحات الخضراء وإزالة الغابات، احتراق الوقود في المصانع ومحطات الوقود والمصانع. علل قطع الغابات وحرائق الغابات تزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون في الطبيعة. هنقول له أن ثاني أكسيد الكربون بينتج من الاحتراق وبيستهلك في عملية بناء الضوئي. طب علل تناقص المساحات الخضراء ضر بالبيئة. طبعا لانه بيزيد من نسبه ثاني اكسيد الكربون. ماذا يحدث عند لو قلت نسبه ثاني اكسيد الكربون بدرجه كبيره في الهواء؟ لن تقوم النباتات الخضراء بعمليه البناء. طب لو زادت نسبه ثاني اكسيد الكربون في اختراق الكائنات الحيه وظاهره الاحتباس الحراري وارتفاع درجه الحراره. طيب ماذا يحدث عند الاستمرار في تناقص المساحات الخضراء وازاله الغابات أو قطع أشجار الغابات؟ هنقول زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
طبعا ثاني اكسيد الكربون بينتج من التنفس وكذلك من احتراق المواد العضويه زي السمك. طب احنا هنعمل نشاط يوضح ان ثاني اكسيد الكربون موجود في هواء الزفير، موجود اثناء تنفس النباتات. هنجيب برطمان وماء جير رائق وشفافه طويله، نضع كميه صغيره من ماء الجير في البرطمان وننفخ في البرطمان، ننفخ فيه هواء الزفير. هنلاحظ ان ماء الجير الرائق بيتعب. اذا الاستنتاج تحتوي هواء الزفير على غاز ثاني اكسيد الكربون. طيب هنعمل النشاط بيوضح وجود ثاني اكسيد اثناء تنفس النباتات. هنجيب بذور فول منبتة، نجيب فول منبت كده وبرطمانين، ماء جير رائق وانبوبه بلاستيكيه وصفر، نوصلهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد ما نحط الفول في قطن مبلل وبعد كده اصفب البرطمان وننفذ منه الانبوب البلاستيكي ونحكم تثبيته بالسلفون عشان ما تخرجش منه اي غاز. بعد كده نضع الطرف الاخر في ماء الجير الرائق ونتركه عده ايام. الملاحظه ان احنا هيتعكر ماء الجير الرائق. اذا الاستنتاج ان غاز الكربون بينتج من تنفس بذور النباتات المنتجه. يبقى انا عندي بينتج ثاني اكسيد الكربون من التنفس، سواء كان تنفس انسان او تنفس النبات، لان النبات في النهار بيقوم بعمليه البناء الضوئي بياخد ثاني اكسيد كربون وبيطلع اكسجين، اما في الليل بيعمل نفس الشيء اللي بيعمله الانسان ان هو بياخد اكسجين وبيطلع ثاني اكسيد كربون. بيتنفس زيه زي الانسان، الصبح بيقوم بعمليه البناء الضوئي وبالليل بيقوم بعمليه التنفس. النبات المنبت بس، لكن النبات اللي هو لسه ما نبتش يبقى مش نبات اصلا، يبقى بذور. طيب نشوفه بنجمع ثاني اكسيد الكربون اثناء الاحتراق ازاي. هنجيب مغبر زجاجي وشمعه ماء جير رائق ونثبت الشمعه ونغطيها لحد لما تنطفئ، فهيتكون غاز ثاني اكسيد الكربون نتيجه الاحتراق. بعد كده نصب ماء الجير الرائق، ان بيتعكر ماء الجير الرائق. الاستنتاج ينتج غاز ثاني كربون من احتراق الشمع. علل يستخدم ماء الجير الرائق في الكشف عن غاز ثاني اكسيد الكربون، هنقول لان غاز ثاني اكسيد الكربون الغاز الوحيد الذي يعكر ماء الجير الرائق. طب ليه اصلا بيتعكر لما بيمر فيه ثاني اكسيد الكربون؟ قال لك لتكون كربونات الكالسيوم على ثاني اكسيد الكربون مع ماء الجير اللي هو هيدروكسيد البوتاسيوم، ويكون كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء. عايز تختصر الاجابه تبقى احسن، هتقول لتكون كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء، لتكون كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء. خلاص؟ بس كربونات الكالسيوم. لان ماء الجير الرائق اللي هو زي التباشير اسمه هيدروكسيد البوتاسيوم، ده ماء الجير. يبقى الاسم الكيميائي لماء الجير هو هيدروكسيد الكالسيوم. خلاص؟ طيب هنعمل نشاط بقى يوضح لنا ازاي بنحضر غاز ثاني اكسيد الكربون، والرسمه دي غايه في الاهميه. مهمه جدا جدا جدا. هنجيب اللي فوق هنا اسمه حمض هيدروكلوريك مخفف، وده صنبور، وده كربونات الكالسيوم. خلي بالك كربونات الكالسيوم دي اللي هي كانت بتنتج هنا اهو، تنتج من تفاعل ثاني اكسيد الكربون مع ماء الجير الرائق، بينتج كربونات الكالسيوم التي لا تذوب في الماء، اللي هو مسحوق كربونات الكالسيوم اللي هو ايه؟ اللي هو التباشير. هيطلع لنا هنا غاز اسمه غاز ثاني اكسيد الكربون. يبقى هنكون جهاز زي اللي في الرسم، ونصب قليل من الحمض على كربونات الكالسيوم المسحوق بتاعها ده، اللي هو ليه نفس التركيب الكيميائي بتاع الرخام. وبعد كده نجمع عدة مخابير عن طريق إزاحة الهواء لأعلى. هنلاحظ إن أكسيد الكربون أثقل من الهواء فبيجمع بإزاحة الهواء لأعلى. وطبعا هنا احنا ما حطيناش ميه زي تحضير الأكسجين، لأن ثاني أكسيد الكربون بيذوب بالماء. فهنا الاستنتاج
عند تفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف مع كربونات الكالسيوم ينتج غاز ثاني اكسيد الكربون. يبقى أنا عندي أي حمض مع أي كربونات أو بيكربونات بيدينا غاز ثاني اكسيد الكربون. طب نيجي لخصائص ثاني اكسيد الكربون. أكسيد الكربون إيه خصائص ثاني أكسيد الكربون؟ قال لك خصائص ثاني أكسيد الكربون أول حاجة أنه عديم اللون والرائحة وأثقل من الهواء الجوي لذا يجمع بإزاحة الهواء الأعلى ويذوب في الماء لذا لا يجمع بإزاحة الماء كما هو الحال في تحضير الأكسجين. يعني كمان 6-3 هو القصة الجاية. ولا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال لذلك يستخدم في اطفاء الحرائق. وعند حرق شريط من مغنيسيوم دي يستمر في الاشتعال مكونا اكسيد مغنيسيوم ويترسب الفحم على جدران المغبر. والجزء ده مهم يجي في اكل. يقول لك عند حرق شريط من المغنيسيوم تتكون بيضاء، هتقول له الماده البيضاء دي اكسيد مغنيسيوم، ويترسب نقط على جدران المغبر هتقول له اللي بيترسب الكربون اللي هو الفحم. صعب يا شباب. طيب يصاب الانسان بالاختناق اذا استنشق ثاني اكسيد الكربون ويسمى بالقاتل الصامت. وسبب تسميته بهذا الاسم ان الانسان لا يستطيع رؤيته او تذوقه او شمه، وتنفسه في مكان مغلق يؤدي الى تناقص الاكسجين وتزداد كميه ثاني اكسيد الكربون فيصاب بالاختناق من الوعي ثم الموت. في ملحوظة بتقول لك ان انا ممكن احضر ثاني اكسيد الكربون بعصر نص ليمونة على بيكربونات الصوديوم اللي هي الكربونات اللي في البيت اللي هم بيحطوها على الفلافل وعلى العرقسوس، يبقى مسحوق ابيض. اعصر نص ليمونة على شوية كربونات وهيطلع على غاز ثاني اكسيد الكربون، او افتح زجاجة مياه غازية هيطلع لك ثاني اكسيد الكربون برضه. طيب لو قلنا علل عند اشعال المغنيسيوم في مغبار بيه ثاني اكسيد كربون بيتكون رسوب ابيض، هنقول لتكون أكسيد المغنيسيوم وده أبيض اللون، وترسب الكربون اللي هو الفحم على جدران المغبر. علل يجمع ثاني أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى، هنقول لأنه أثقل من الهواء. علل لا يجمع بإزاحة الماء لأنه بيذوب. علل يجمع ثاني أكسيد الكربون بالقاتل الصامت لأن الإنسان لا يستطيع رؤيته أو تذوقه أو شمه، وتنفسه في مكان مغلق يؤدي الى الاختناق وفقدان الوعي ثم الموت. طب نيجي لاهميه غاز ثاني اكسيد الكربون. حد كده في مشكله اعيد حاجه في اللي فات يا شباب؟ عمرو تمام، امل تمام، ايا نوران. طيب اوكي تمام. نيجي لاهميه غاز ثاني اكسيد. قال لك بيستخدم في التبريد اللي هو في الثلج الجاف، وفي إطفاء الحرائق، وفي صناعة المياه الغازية الكوكولا والبيبسي والحاجات دي، وينتج عن التخمر العجين فيجعل الخبز أكثر مسامية ومستساغ الطعم، ويدخل في عملية البناء الضوئي اللي تقوم به النباتات، ويتصاعد غاز الأكسجين. طيب هو الثلج الجاف اللي هو في التبريد ده ثم تحديد الضغط فينتج الثلج. علل ثاني اكسيد الكربون اهميه كبيره في استمرار الحياه على الارض، هنقوله بيستخدم في عمليه البناء الضوئي للنباتات لاختطافها واطفاء الحرائق. علل تضاف الخام الى العجين في صناعه الخبز، هنقوله التخمر وينتج غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يتمدد على الحراره ويجعل الخبز مساميا ومستساغ الطعم. علل يستخدم ثاني اكسيد الكربون في التبريد حيث يتم تحويله بالضغط والتبريد الى الثلج الجاف. علل يستخدم ثاني اكسيد الكربون في اطفاء الحرائق، هنقول انه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. طب علل بيطلق العلماء على المشروبات الغازيه اللي هي الحاجه الساقعه اسم الاغذيه الفارغه، قال لك لعدم احتوائها على اي عناصر غذائيه ما عدا السكر. يعني انت لو بصيت على الحاجه الساقعه كده المكونات بتاعتها هتلاقيك النسبة الكبيرة منه هتلاقي سكر، وهتلاقي نسبة الفيتامينات حاجة من 1000 ملي، حاجة بسيطة خالص. هي ما
تحتويش على اي عناصر غذائيه ما عدا السكر، عشان كده بسموها الاغذية. طيب علل: الافراط في تناول المشروبات الغازيه يسبب هشاشه العظام وقد يؤدي للوفاه، عنده ارتفاع نسبه ثاني اكسيد الكربون في الدم مما يؤدي الى عدم الحصول على الاكسجين اللازم للعمليات الحيويه. طبعا شرب كميات كبيره من المشروبات الغازيه يسبب مرض هشاشه العظام وقد يؤدي الى الوفاه. كده نكون خلصنا الدرس بتاع ثاني الكربون.